اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه قبل ما اتكلم او نبدا بالكلام عن مباراه امبارح ما بين الاهلي وبايرن ميونخ، هذه المباراه التاريخيه وهفضل اقول هذا الكلام دائما. عايز برضه اسالك يا كريم انت واحمد، بما اننا بنتكلم عن الاحصاءات والارقام، موقع فوتبول داتابيز واحد من المواقع الكبيره في عالم كره القدم، اتكلم عن ان النادي بايرن ميونخ رقم واحد في العالم ما بين افضل انديه العالم، ثم النادي الاهلي رقم 36. انا شفت لغايه 100 ما لقيتش، مش عارف بقى الباقي ايه. هو طبعا التصنيفات بتبقى تصنيفات تراكميه، بمعنى ان اي مؤسسه بتيجي تعمل تصنيف بتعمل تصنيف بناء على البطولات اللي انت شاركت فيها، ومش معنى بس انت خدت مركز اول، لا، بيبقى تراكمي، بتجمع عدد من النقاط، والعدد النقاط ده بيقعد يعني يحسب لك عدد السنوات اللي انت لعبت فيها في البطولات القاريه، واكيد طبعا المحليه، لكن اكيد البطولات القاريه بيبقى النقط فيها اعلى من النقاط المحليه. اتفضل. هنا حتى لو خدت مركز ثاني بيتحسب عليك، او مركز ثالث بيحسب لك نقاط. طبعا طبعا طبعا، اي تصنيف يجب ان يكون تصنيف تراكمي، وعشان كده بسبب التصنيف التراكمي النادي الاهلي خد نادي القرن. في انا سالتك السؤال ده عشان كده. طب احنا بنوضح الموضوع. النادي الاهلي خد نادي القرن بسبب التصنيف التراكمي سنه، والتصنيف بتاع النادي القرن كان معلن من سنه 94، يعني قبل ما يعلن بقى رسمي في سنه 2000، يعني قبلها بست سنين، والست سنين دول النادي الاهلي ما شاركش، يعني كان ساعتها الكابتن راحل صالح سليم كان خد قرار بعدم المشاركه، طبعا بعد الفضيحه التحكيميه اللي حصلت من ماتابيلا في ماتش السوبر 94. فتاني اي تصنيف هو تصنيف تراكمي، وحتى النهارده الكاف وهو بيحدد تصنيف الانديه اللي بتلعب في دور المجموعات والكل موافق عليه والكل راضي بيه، هو تصنيف تراكمي، نفس التصنيف اللي مشى عليه في نادي القرن، وبالتالي التصنيف العالمي اكيد هتلاقي النادي الاهلي متقدم بكتير في هذا التصنيف. ليه؟ لان تراكميا سنه 2005 بدا اسم النادي الاهلي ياخد نقاط عالميه، انت بتلعب في كاس العالم للانديه، وبالتالي النقاط اللي تاخدها في البطوله دي هيبقى اكتر كمان من النقاط اللي ممكن تاخدها في دوري الابطال لمجرد بس ان انت شاركته. حتى ربما بعض الناس يقول لك النادي الاهلي بيخسر مباريات كتيره في الكاس العاديه. النادي الاهلي بيخسر انه بيشارك كتير. ما بيخسر كتير. ليه بيخسر؟ ليه؟ نسبه تناسب. بيشارك كتير. لا بيخسر واحده واحده. نعم. بيخسر ليه؟ عشان بيشارك كتير. طيب. بس. يعني انا لو ما شاركتش خالص هتخسر مره واحده مش هترجع. لا مش هخسر. طيب. على الجانب الاخر تصنيف مهم جدا، والارقام والتصنيفات والاحصاءات لا تكذب ولا تتجمل. طبعا على فكره النادي الاهلي كمان فيهم اربع انديه متساويين في نفس النقاط، يعني اول هم جايبين 173 نقطه توتنهام. انت عملت سيرش وجبته؟ طيب كويس، عشان يعني الناس برضو تعمل سيرش. اعملوا يا جماعه سيرش على فوتبول داتا بيز، طبعا مش لجمهور الاهلي، بتكلم على ناس تانية. تعمل ايه؟ تعمل سيرش. سيرش تكتب فوتبول داتا بيز هيطلع لها الموقع. هم اربع انديه، توتنهام ورينجرز الاسكتلندي والنادي الاهلي وبنفيكا، من المركز ال 34 لل 37 173 نقطة، يعني النادي الأهلي يعتبر ال 34 لأنه متساوي مع توتنهام ورينجرز وبنفيكا، بس هم حاطين الأهلي 36. تمام؟ مين تحت النادي الأهلي بقى؟ نابولي الإيطالي 172، سبورتنج لشبونة، الأرسنال الإنجليزي، أولمبياكوس اليوناني، بالميراس البرازيلي اللي هنلعبه، بالميراس في الترتيب ال 45. فكل النادي الأهلي سابق الأندية دي كلها، طبعًا بسبب الفوز الأولاني في كأس العالم للأندية وبسبب الفوز في دوري أبطال أفريقيا. طبعا. كل ما بتكسب كل ما رصيد النقاط بيعلى نتيجه ان هي تراكمي. بس على كابتن اسلام على كلام احمد حاجه، ان ده مش معناه ان النادي الاهلي بنقول ان هو افضل من انديه دي فنيا دلوقتي. لا طبعا. تاريخ. ده تاريخ. ده تاريخ. برافو عليك. ده تاريخ. برافو عليك. ده تاريخ اسم تاريخ البراند بتاع النادي ده، ده تاريخه هو النقاط دي، ما بنتكلمش فنيات. ليه بقى؟ لان البعض للاسف برضو للاسف بيجي يحلل، وهو بيحلل المباريات بيدخلك في النقد للعيبه، وبيدخلك في الفرق ما بين الكره المحليه والكره العالميه، وبيدخلك في جوانب كتيره جدا. لا احنا لازم نبقى بالظبط بيتوهك فعلا، ما بيتوهك عشان ما تعرفش ايه تاخد جزء ترد عليه فيه. لا ببساطه يا جماعه، واحنا بنحلل احنا النقطه او النقاط اللي بيقولها احمد او الترتيب ده، ترتيب لتاريخ الانديه، تاريخ الانديه وليس للنواحي. مش نواحي فنيه خالص، وعشان كده نعرف ان النادي الاهلي، نشوف احنا اهو كمصريين النهارده ما نتكلمش خالص، نقعد نسمع الناس بره بيتكلموا على
اسم النادي الاهلي ازاي. نشوف مثلا الصحافه في اسبانيا النهارده، طبعا كان في خناقه شديده جدا ما بين صحفيين ريال مدريد وصحفيين برشلونه، وعمالين يقولوا لهم لا وعشان الخبر بتاع ميسي طبعا. الخبر بتاع ميسي اللي انتشر من 10 ايام ان هو 555 مليون يورو في 4 سنين. فطبعا صحافه مدريد النهارده قالوا النادي الاهلي نادي كبير لكن ما عندوش نفس ميزانيه برشلونه، ما عندوش ميسي في فرقته، وما اتغلبش بنفس السكور اتغلب بيه برشلونه. وعلى الرغم من كده برضو الناس تفهم الكلام، لان انت عارف احنا كلامنا بيودوه في حته تانية. فلازم الناس تبقى فاهمه ان احنا من اكتر الناس زعلانين على ان النادي الاهلي اتغلب في هذه المباراه. هتقول لي اتغلب من ريال من بايرن ميونخ، هقول لك زعلان ان هو اتغلب من بايرن ميونخ. انا شخصيا زعلان. مش احنا في الخمسينات والستينات كنا بنستدعي الانديه العالميه يجوا يلعبوا لنا في مصر، يلعبوا ويلعبوا في الاهلي والزمالك ويلعبوا منتخب مصر. مش ده كان بيحصل؟ مش احنا كنا بنفرح بالانديه دي تيجي تلعبنا طبعاً. وبيلي يجي والناس دي كلها تيجي وسانتوس يجي ويعني فرق انجلترا كل الناس. هل ساعتها كنا بنتكلم واحنا في بدايه تعلق يعني التعلق الشديد بالكوره كانت كوره هوايه طبعاً. هل ساعتها كانت الناس بتحفل على بعض ان هو اتغلب من فريق اوروبي او لا؟ ليه؟ لان انت اصلا مش مصدق ان ولادك بيلعبوا الناس دي. يعني ده شيء يعني المفروض احنا نفخر بان ولادنا ان احنا ولادنا بيلعبوا الناس دي وفضلنا دقيقه 90 يا جماعه. محمد هاني الدقيقه 92 الدقيقه 92 بعد 90 دقيقه كامله قدام بايرن ميونخ بيعمل سبرينت اضع منه مفيش مشكله، بس عمل سبرينت في الدقيقه 92 من منطقه جزاء النادي الاهلي لمنطقه جزاء نادي بايرن ميونخ. انا حتى بكره محمد هاني، ما بحبش لعبه. في الموقف زي ده هعمل ايه؟ هسقف له. شكرا، برافو على مجهودك. الراجل سقف له هانز فليك بعد المباراه، المدير الفني للبايرن، واتكلم. بص الاحترام، الكبار لما بيتكلموا طبعا باحترام وبادب وبذوق، حتى لو هو قال ان طبعا انا كنت اكسب اكتر من واحد طب واثنين وبتاع، لكن في النهايه بيتكلم ازاي الراجل؟ قال لك ايه؟ قال لك يا جماعه هو بيلعب في نادي الاهلي، مش هقول بيلعب في اوروبا لانه بيلعب في نادي الاهلي. تصريح جميل، تصريح جميل رائع جدا، وان دل يدل على الكبار وعلى عقليه الكبار وطريقه كلام الكبار. طب بتبقى ازاي؟ اللي عايز يتعلم ما يبص لناش يا جماعه، ما يبصش نادي الاهلي ماشي، بص للناس الكبار لما بيتكلموا ازاي وباحترام ازاي، مش مجرد ان انا طالع اسخن الناس على بعض، مجرد اي كلام واي بتاع اسخن. صحيح. اسلام على كريم وكريم على احمد واحمد على كريم، لمجرد ان انا اطلع اخد الترند واعمل الكلام ده. في انديه تانية، هو اول صفحه فيها 50 نادي بس الصراحه، في بقى بعد كده في 53 صفحه بس اخر نادي، مفيش نادي مصري في اول 50. نادي الزمالك 136، نادي الزمالك هو اول نادي مصري 136. فرق 100 ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. مية مركز. اوكي، ده كلامك؟ لا ده كلام الموقع. الموقع قال كده؟ طيب ماشي، عشان بس نبقى فاهمين واحنا بنتكلم. لانه مهم جدا على الشاشه. مهم جدا ان الناس اللي عايزه تعمل سيرش على الانترنت وتشوف هل الكلام اللي احنا بنقوله ده تطبيل ولا كلام حقيقي وواقعي وموجود.